مساء الخير وأهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معكم ليليان داود. محادثات السلام اليمنية في جنيف تتعثر مع انتظار وصول وفد الحوثيين، ومصير إدلب معلق بنتائج القمة الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا في طهران. الصين تتعهد بتقديم 60 مليار دولار لمساعدة إفريقيا، وأمير قطر يلتقي بشخصيات ألمانية لبحث سبل التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين. كونوا معنا. تأجلت محادثات السلام اليمنية والتي كانت مقررة اليوم بسبب عدم وصول وفد الحوثيين إلى جنيف. وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن التحالف بقيادة السعودية قد منع وفد الحوثيين من السفر جوا إلى جنيف، لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث هون من ذلك التأخير قائلا إنه أمر عادي وأنه على ثقة من حل هذه المسألة. من جهته أمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام أمهل وفد الحوثيين 24 ساعة للحضور إلى سويسرا، وإلا أن الوفد سيغادر. وجاء ذلك بعد أن رفض وفد الحوثيين المشاركة في المحادثات إلا بعد أن تلبي الأمم المتحدة مجموعة من الشروط، من بينها نقل جرحى إلى عمان للعلاج وضمان السماح لوفدهم بالعودة إلى البلاد. جولة جديدة حول مفاوضات السلام اليمنية تتعثر حتى قبل انطلاقها في ظل عدم وصول وفد الحوثيين إلى جنيف. تأخير لم يبدي المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث انزعاجا إزاءه، مؤكدا أن مشاورات جنيف ستتم وستستمر لمدة 3 أيام، إلا أنه بعث في الوقت نفسه برسائل سلبية إلى الحوثيين الذين انتقدوا ما سموه مماطلة المنظمة الدولية في توفير الطائرة التي تقلهم إلى جنيف، على الرغم من التجاوب مع الطلبات التي قدمها التحالف السعودي الإماراتي. هي فقط محاولة من قبل الأمم المتحدة لتحريك المهمة السياسية، تحريك الملف السياسي بعيدا عن الحرب، لكن للأسف الشديد كما نشاهد ميليشيات الحوثي تعرقل دائما أي جهود للسلام. يعني حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، لم يتأكد مغادرة الوفد الحوثي من صنعاء، ولا يبدو أنه سيغادر اليوم ولا حتى غدا، وبالتالي تظل الخيارات مفتوحة أمام الحكومة. الوفد الحكومي وصل البارحة، وتظل الخيارات مفتوحة في عملية يعني إما الاستمرار أو الاعتراض على الاستمرار في هذه المشاورات بدون وصول وفد الانقلابيين. إلا أن هذا التأخير أثار حفيظة وفد الحكومة اليمنية الذي قال إن الحوثيين يقدمون حججا واهية لتعطيل وإفشال المشاورات، مهددا بمغادرة جنيف في حال عدم وصول وفد الحوثيين خلال الساعات المقبلة، ما دفع بالمبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث إلى عقد اجتماع مع وفد الحكومة لإقناعه بالعدول عن المغادرة التي وإن حدثت فقد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر. الحوثيون حتى هذه اللحظة يراوغون، يقدمون أعذار واهية، لا يريدون ولا يحترمون ولا يؤمنون بالسلام، على عكس الحكومة الشرعية التي أتت في موعدها والتي قدمت رسالة قوية، رسالة أتت من قوة الموقع على الأرض. الحكومة تتقدم تحارب في صعدة، في معقل الحوثيين، في مران، في حجة، تحارب في الحديدة. لذلك في تصوري وبوضوح، نحن اليوم أمام جماعة تستهتر بالسلام، جماعة لا تؤمن بحقن دماء اليمنيين وبالحفاظ على دمائهم. لذلك نحن كحكومة شرعية نقف أمام المجتمع، أمام السفراء، أمام المبعوث الأممي، ونقول نحن مع السلام لكننا أقوياء، نحن مع السلام، وانظروا إلى من يعرقل السلام ومن يؤجج الأزمة الإنسانية في اليمن.
على الرغم من اجتماع عوامل الضغط المتعددة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام اختراقات في الملف اليمني، إلا أن فرص نجاح مشاورات جنيف 3 لوضع حد للحرب الدائرة في اليمن تبدو غير متوافرة في ظل إصرار الحوثيين على فرض شروط اللحظات الأخيرة للجلوس على طاولة المفاوضات وارتباط هذا الملف بقوى إقليمية تسيطر على القرار السياسي اليمني. من أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، هشام ميهوبي، التلفزيون العربي. ينضم إلينا من جنيف الأستاذ أحمد المؤيد الباحث السياسي، وهنا معي في الاستوديو أرحب بالأستاذ براء شيبان الناشط والباحث السياسي اليمني. أهلا بكما، وأبدأ مع حضرتك أستاذ أحمد المؤيد. بداية، يعني ما هي الشروط التي يتم الحديث عنها والتي تضعها جماعة الحوثي كأساس لمشاركتها في هذه المباحثات؟ نعم، شكرا للاستضافة. بداية، لا يوجد شروط، يعني بمعنى كلمة شروط، وإنما هي حقوق طبيعية وبالحد الأدنى التي يفترض أن يحصل عليها أي وفد سيغادر إلى مفاوضات أو مشاورات معينة، وخصوصا أن لديه تجارب سلبية سابقة نتيجة نفس خوض يعني نتيجة نفس العملية ونتيجة نفس الأطراف التي يتعامل معها. لا ننسى أن الأمم المتحدة عجزت في المشاورات الأولى في عند نقل الوفد إلى جنيف عن الإفراج عن الطائرة التي استمرت محجوزة في جيبوتي تقريبا 45 ساعة، وعجزت أيضا الأمم المتحدة عن أن تعيد وفد الوفد الوطني إلى أرض إلى صنعاء، وبقيوا 3 أشهر محجوزين في سلطنة عمان، إضافة إلى أن المبعوث الدولي نفسه قد تم تأخير طائرته ذات مرة من قبل التحالف السعودي 4 ساعات، وبالتالي من حق الوفد الوطني أن يحصل على ضمانات، وهذه الضمانات طبيعية جدا، نريد فقط أن تضمنوا لنا أن نذهب ونعود في الوقت المحدد الذي نريده. وفي نفس الوقت، طالما أن المفاوضات أو المشاورات التي ستعقد في جنيف ليست معنية بالأمر بالجانب السياسي بالدرجة الأولى، وإنما هي تعنى بالجانب الإنساني كبوابة للدخول إلى الجانب السياسي، وهذا ما أعلنه المبعوث الدولي. إذن هذه هي خطوات بناء ثقة، فكيف لا تدرج خطوات بناء الثقة أو حسن النية كبادرة تجاه الجرحى الذين سقطوا أساسا نتيجة جرائم التحالف في اليمن؟ وبالتالي هذا الأمر طبيعي جدا، يعني أن تطلب أن تضمن أن تذهب وتعود، وبالتالي تنقل الجرحى المدنيين إذا كانت التحالف السعودي أو الحكومة ما تسمى بالحكومة الشرعية يعني تعتني أو تدير أو تلقي بالا للجرحى والمتضررين جراء غارات التحالف السعودي. هذا الأمر ببساطة. طيب، دعنا نستمع أيضا إلى ضيفنا الذي سينضم إلينا في هذه اللحظات أيضا ووجهة نظره في هذه النقطة، الدكتور محمد بن موسى العامري، مستشار الرئيس هادي منصور وعضو وفد الحكومة التفاوضي. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني ضيفنا من جنيف أيضا الأستاذ أحمد المؤيد يقول أنه هي ليست شروط بقدر ما هي حقوق طبيعية للوفد الذي سيشارك، وهي ضمانات بأنه أن يعود الوفد إلى صنعاء، 1. 2، أيضا أنه أن يتم نقله وتسهيل عملية انتقاله. لماذا قد يشكل هذا الأمر عائقا دون تحرك الوفد يا دكتور محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الأمر هذا غريب الذي طرحه المؤيد، لأن الإعلان عن موعد المشاورات لم يكن وليد يعني وليد اللحظة. الكلام يعني تم باتفاق الجميع منذ 2 شهر تقريبا، فلماذا جاءت هذه الشروط التعسفية في هذه اللحظة الأخيرة؟ موضوع الجرحى قد تم التفاهم عليه من قبل، وتم الإخلاء وتم نقل كثير منهم، إلا إذا كان هناك يعني جرحى من نوع آخر، يعني لا يريدون أن يظهروا للرأي العام، أو هم أناس يعني استعانوا بهم من دول أو من يعني منطقة غير يمنية، هذه مسألة أخرى. يعني نحن نقول أن مسألة المشاورات والإعلان عن موعدها كان من وقت مبكر، وكان في وسعهم أن يضعوا ما يشاءون قبل هذه اللحظة، لكن هذه المسألة مفهومة قد حصلت في الكويت، وهي عبارة عن يعني نوع من الابتزاز في ظنهم، يعني هي يعني ولكن هناك تجارب سابقة يعني دكتور محمد، آسفة لمقاطعتك، ولكن هذا نعم التجربة السابقة، وكما أشار الأستاذ أحمد يعني بأنه
في في جولة المباحثات السابقة لم يتمكن وفد جماعة الحوثي من العودة إلى صنعاء، وتم احتجازه في عمان لفترة 3 أشهر، فهي ضمانات من التجارب بناء على التجارب السابقة. يعني أين الشرط التعجيزي بوجهة نظرك؟ أولا المماطلة بالنسبة لهم كانت في مفاوضات الكويت قبل أن يحصل مسألة عودتهم من عمان إلى صنعاء، فهذا سلوك معروف كان سلوكا في جنيف رقم 1 وسلوك في قضية مفاوضات الكويت قبل أن يذكر هذه النقطة. بالنسبة لهذه المسألة، هذه مسألة إجرائية أخرى، لكن أنا أتحدث عن سلوك يستخدمونه، ويعني عملية ابتزاز ورسائل يعني يريدون أن يصلوا من خلالها إلى مكاسب سياسية. ولكن أنا أقول لكم هذا يدل دلالة واضحة لشعبنا اليمني والمجتمع الدولي أننا أمام جماعة لا تبالي بمعاناة الناس ولا تبالي بالجانب الإنساني. يعني هو الآن تكلم بعظمة لسانه وقال المسألة فقط هي قضايا الأسرى، وكأن قضايا الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا في سجون الحوثي كأن هؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم. الحكومة جاءت من منطلق المسؤولية، من منطلق الشعور بالمعاناة التي يعانيها شعبنا. هؤلاء لا يبانون بالشعب اليمني، هؤلاء طيب لا يبانون إلا بأنفسهم ومن حولهم، وبالتالي يرسلون هذه الرسائل السلبية التي تضرهم قبل ما تضر غيرهم. طيب أتوجه إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ براء، أجدد الترحيب بحضرتك، ودعنا نحاول الخروج من هذه النقطة. بداية، هل ترى كمواطن وكمشتغل بالشأن العام وباحث وسياسي، هل هناك جدوى من هذه المفاوضات؟ هل تمتلك اليوم الحكومة الشرعية قرارها بيدها أصلا لتبت في هذه المباحثات مع جماعة الحوثي؟ هل هناك جدوى؟ نعم، أعتقد نعم هناك جدوى، لأنه هو تحاول أن تكسر الحاجز الذي استمر لأكثر من عامين ولم يحدث أي اختراق في العملية السياسية. لكن هل ستحقق نتائج؟ هذا سؤال آخر. أنا أستبعد أن تحقق هذه المشاورة تحديدا أي نتائج، كون أنه حتى الأسباب الذي مثلا حتى تطرح الآن جماعة الحوثي هذه أسباب هذه أسباب ظاهرية، لكن حقيقة الأمر أنه لا يزال هناك خلاف كبير حول المرجعيات أساسا. جماعة الحوثي لا توافق على المرجعيات، حتى المرجعيات اللي طرحها المبعوث لا زالت لا توافق عليها، فهناك قوة كبيرة ما بين الأطراف، والأطراف الموجودة التي هي على الميدان موجودة في الميدان ما زالت لم تنهك حتى تجبر على الوصول إلى المفاوضات. فهل هناك جدوى؟ نعم هناك جدوى، ولكن هل ستحقق نتائج؟ أنا أعتقد أن المبعوث الأممي يستبق الأحداث كثيرا، أو أنه رفع بطموحات اليمنيين كثيرا، ولكن الواقع مختلف جدا. برأيك ما هي التنازلات ربما المطلوب من كل طرف اليوم تقديمها لي في محاولة الوصول إلى حلول؟ لا نقول حلول، نكون متفائلين بهذا القدر، ولكن يعني تقريب وجهات النظر. عمليا هناك إجراءات بناء ثقة، وهناك العملية السياسية الأساسية. إجراءات بناء الثقة تتضمن ملف الأسرى والمعتقلين، ملف المدن المحاصرة وتحديدا محافظة تعز، والبت في موضوع الحديدة وميناء الحديدة إلى ماذا سوف يصل الاتفاق ما بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية. بعد ذلك يأتي الاتفاق الرئيسي، والاتفاق الرئيسي مهما حاولنا أن نحن، الإشكالية أنه لا توجد أي آلية الآن متواجدة غير الآلية التي هي مقترحة من قبل المبعوث الأممي، وهي القرار 2216 مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. ببساطة هناك شق سياسي وهناك شق عسكري، إذا لم يتم حلحلة الشق السياسي ولا الشق العسكري سنظل في هذه الدوامة الواحدة ولن نتحرك. أعود لك أستاذ أحمد المؤيد. طيب، ما الذي لدى الحوثي أن يقدمه الآن؟ هناك الملفات التي أشار إليها ضيفي الكريم وغيرها. دعنا نبدأ مثلا في ملف الأسرى ووضع مدينة تعز. سيدتي الكريمة، فيما يخص يعني موضوع الأسرى، للأسف ما تسمى بحكومة هادي هي حكومة لا تمتلك قرارها بيدها، وكان لدينا دليل في مفاوضات الكويت عندما طرحنا عليهم أمرا وقلنا لهم أفرجوا عن نصف الأسرى وسنفرج عن النصف الآخر، رفضوا، ثم أحرجناهم وقلنا طيب الربع بالربع أو 500 ب500 أو أي عدد ممكن، ثم قال لنا عبد العزيز جبار الذي كان مسؤولا عن ملف الأسرى في ذاك الوقت: أنتم تعرفون أنه ليس لدينا قرار والأسرى ليسوا بيدنا وإنما هم بيد التحالف. وهذا الكلام قاله عبد العزيز جبار
للأستاذ ناصر باقزقوز حيث كان مسؤولي الملف الإنساني في ذلك الوقت، وهذا الأمر مثبت ومعلن ومعروف. فيما يخص حصار مدينة تعز والأسرى والمحتجزين، أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح الذي ذكره الأخ براء شيبان. الأولويات هي أولويات تحييد البنك المركزي عن عمليات الطرفين، أي أن يكون البنك المركزي ومداخيل الدولة تصرف بالرواتب لأنها هي بالدرجة الأولى. الأمر الآخر هو مطار صنعاء، فك مطار صنعاء الذي لا يستند إلى أي شرعية قانونية، يعني شرعية قانونية إغلاقه، حيث لا القرار 2216 ينص على ذلك ولا المواثيق الدولية وهيئة الطيران المدني، وحتى أن تقرير لجنة الخبراء الأخير أكد على ضرورة فتح مطار صنعاء لأنه بالدرجة الأساس يعني يخدم المدنيين في الجانب الإنساني الذي يريد مارتن جريفيث البدء فيه. هناك نقطة ذكرها الضيف الكريم من عضو الوفد الموجود دكتور محمد هنا في جنيف، يقول أن الجماعة يعني متعنتة ونحن نعرف عن الدكتور محمد نعرف عنها وما نعرف. يا سيد الكريم، أنتم لا تعرفون شيئا. سنتين كاملة من بعد مفاوضات الكويت لم تنتهي، لم تتقدموا بهدنة واحدة لأنكم لا تجرؤون على ذلك، ولم تتقدموا بأي مبادرة سلام لا من قريب ولا من بعيد. أنت لا تمتلك قرارك لأنك لست في وطنك، أنت جيت من الرياض وستعود إلى الرياض. طيب، ولا تستطيع العودة إلى اليمن، بينما وفد صنعاء هو موجود في صنعاء وقد قدم خمس مبادرات هدنة آخرها في شهر 7 قدمها رئيس اللجنة الثورية العليا، وكانت يعني كانت مبادرة شاملة. لم نجد استجابة واحدة من ما تسمى بحكومة هادي حتى نظهر أنها تباري بشأن اليمنيين. الآن الرجل يقول هذه الشروط التعسفية، يعني إنقاذ الجرحى الذين سقطوا بجرائم التحالف تعتبر شرط تعسفي وتعجيزي؟ يفترض أنكم أنتم من تحثون على ذلك، ويفترض أنتم من تقولون افتحوا مطار صنعاء لأن المدنيين هم من يسافرون من مطار صنعاء. لو كنتم يعني تلقون بالا للأسرى ليس للجرحى الذين يسقطون بجحيم طائرات السعودية وكانت قلوبكم تؤلمكم عليهم، لقلتم نعم افتحوا المطار وخلونا نحيد هذا الملف على الأقل. خلونا نحيد ملف رواتب الموظفين، لماذا نقطعها الآن؟ موارد الغاز والنفط تأخذها الحكومة وتساهم في انهيار الريال اليمني بطباعته بمزيد من التريليونات بشكل غير شرعي، يعتبر عملية تزوير عندما تطبع في جدة، ولم يقدموا مبادرة واحدة، إنما هم ينفذون ما يريده التحالف بدون أن يأمرهم التحالف ينفذونه. دكتور محمد، حتى دعني أنتقل إلى دكتور محمد بوجهة نظرك هذه. يضرون شعبهم وبلدهم قبل أن يتنفس ويأمرهم حتى دكتور التحالف. محمد، هل بالفعل اليوم تمتلك حكومة هادي القرار بيدها، أم أن القرار حقيقة هو في يد قوات التحالف ويأتي مباشرة من دولة الإمارات ليتم تنفيذه؟ على الأقل هذا ما هو بادي للمراقبين اليوم. والله قبل ما أجيب على هذا السؤال، أنا أستغرب من طرح الضيف الذي يتكلم عن الوطنية وعن السيادة وهو يعلم أن ميليشيا الحوثي ما هي إلا ذراع من أذرعة إيران في المنطقة. يا سيدي ويا أخي ويا صاحبي، من الذي يتلقى أوامره من طهران ومن حزب الله في لبنان؟ نحن أم أنتم؟ ثانيا، عندما تتكلم عن القانون وعن الشرعية، شيء جميل أن نسمع هذا من معنيين عن تصديق الكذبة. إذا كذب دعنا لا نقاطع يا أستاذ أحمد، هذه مشكلتكم على المرجعيات المتفقة. يا أخي دعني أتكلم، كفى كذبا كفى تغريرا وتزويرا، إلى متى تستمرون؟ هذه الكوارث التي تسببتم فيها في الشعب اليمني من قتل وتشريد وتهجير ومعاناة وإفلاس، أنتم سبب النكبة لشعبنا اليمني. أنتم الذين تمردتم على التوافق الوطني والإجماع الوطني وتمردتم على الشرعية، والآن جاي تتكلم وكأنك تملك شرعية. أي شرعية تملكها غير الميليشيات، غير الفوضى، غير سفك الدماء، غير الدعاء أنكم أصحاب حق إلهي؟ كفى زورا وكفى بهتانا على شعبنا اليمني. الشعب عرفكم وعرف حقيقتكم وعرف منهجكم وتفكيركم وأنكم باختصار أدوات. دكتور محمد، هل تمتلك حكومة هادي القرار بيدها؟ هل تذهب إلى هذه المباحثات وهي قادرة على اتخاذ قرارات وعلى البت بالأمور؟ باختصار الوقت داهمنا. نعم نمتلك القرار، نحن نمتلك القرار، حكومة شرعية يعترف بها العالم أجمع ما عدا هؤلاء المتمردين الذين سيعترفون بها رغم عن أنوفهم. نحن اليوم نملك أكثر من 70% على الأرض. ماذا تتحدث؟ لقد كنت شكرا. أستاذ براء، هل يبدو لك مما نراه هنا نموذج مصغر على إمكانية ما قد يحدث على طاولة المفاوضات؟ هل سنصل إلى نتيجة؟
مرة أخرى، أنا أعتقد أن الإشكالية هي في يعني طريقة انطلاق هذه المفاوضات. مثلا إجراءات بناء الثقة حول موضوع إما الأسرى والمعتقلين أو محافظة تعز أو حتى القضايا التي طرحها الأخ أحمد المؤيد، هذه وقعوا عليها، وهذه المشكلة أنه كل مرة الآن كلما نتأخر في الوقت كلما نعود من نقطة الصفر. فالعملية مهمة، أن نكون في حالة من المفاوضات هذه مهمة، ولكن أستبعد أننا نصل في هذه الجولة تحديدا إلى أي نتائج. شكرا لك جزيلا الشكر أستاذ براء شيبان الناشط والباحث اليمني، وأيضا الشكر للأستاذ أحمد المؤيد الباحث السياسي، كنت معنا من جنيف، وشكرا دكتور محمد بن موسى العامري مستشار الرئيس هادي منصور أيضا من جنيف. تستضيف طهران قمة ثلاثية تجمع بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، وسيتناول الزعماء الثلاثة التدابير المتعلقة بالتوصل إلى حل في سوريا على الأمد البعيد، بالإضافة إلى النشاطات الملموسة في سياق مكافحة الإرهاب والمسائل التي تخص مسيرة تطبيع الأوضاع الميدانية. في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات إن قوات بلادها سيقتلون الإرهابيين إن كان في حلب أو إدلب أو أماكن أخرى من أجل أن يعود السلام والأمن إلى سوريا على حد قولها. بعد قمة سوتشي الخاصة بسوريا قمة أخرى، ولكنها هذه المرة في إيران. وفي طهران كما في سوتشي سيكون الملف السوري الملف الأبرز على الطاولة، والملف السوري اليوم يعني إدلب، حيث السباق بين المعركة المفصلية والتسويات. القمة المرتقبة استبقت بمواقف متباينة للأطراف المعنية بمعركة إدلب، فوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد من دمشق قبل أيام وجوب تطهير إدلب ممن وصفهم بالإرهابيين وعودة المنطقة إلى سيطرة جيش النظام. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال إن الهجوم على إدلب سيكون مجزرة. دوليا لا يبدو أن هناك هما من وقوع مجازر طالما أن السلاح الكيميائي لن يستخدم. هذا ما أوحى به رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكونتوار، إذ قال إن قواته مستعدة لضرب مواقع حكومية سورية إذا استخدم السلاح الكيميائي في معركة إدلب. إذن فالتحذير الفرنسي بعد تحذير أمريكي مشابه اقتصر على استخدام السلاح الكيميائي. إدلب تترقب قمة طهران وما سيرشح عنها، موت بأسلحة غير كيميائية أم تسويات تقيها المجازر؟ هي معاناة إدلب، معاناة تطرح على طاولة قمة ثلاث دول تعاني بدورها من أزمات اقتصادية وانهيارات في عملاتها. من اسطنبول ينضم إلينا الأستاذ أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، ومن طهران عبر خدمة سكايب الأستاذ عباس خاميار الكاتب والباحث السياسي. ومن اسطنبول أرحب بالدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول. أبتدي مع حضرتك أستاذ عباس من طهران، بداية يعني هل يبدو أن هناك وسيلة ربما للخروج من التناقضات التي تفرضها الأجندات السياسية المختلفة للدول الثلاث المشاركة في هذه القمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور يعني أولا القمة هي القمة الثالثة بعد سوتشي وبعد أنقرة، ويأتي في الروال الطبيعي للحل السياسي التي تبغاه طهران منذ البداية في سوريا. فالموضوع هو استمرارية للقمم السابقة، هذه النقطة. النقطة الثانية، أنا أتصور هناك نقطتين أساسيتين في هذا المجال. أولا ثلاث هذه الدول الثلاث مستهدفين أمريكيا في هذه المرحلة. النقطة الثانية، إدلب هي يعني الملف السوري يأتي في سياق ما
مختلف عن المؤتمرات السابقة، المؤتمرين السابقين، بسبب بأن أكثر معظم الأراضي السورية قد حررت وتبقى إدلب. وأتصور الإيرانيون خلال الأيام الماضية يؤكدون على أعلى المستويات بأنهم يبحثون عن طريق حل سياسي بامتياز لحل هذه الأزمة، ويعني ابتعاد وإبعاد. نعم. يعني أستاذ عباس، هذا رغم بأنه لا تبدو حتى الآن المؤشرات بأنه نحن نتجه صوب حل سياسي، مع إصرار روسي إيراني مشترك على توجيه الضربة العسكرية إلى إدلب. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ أحمد رمضان. عفوا، في هنا في ملاحظة، التأكيد الإيراني على الحل السلمي، وفي نفس الوقت موضوع الإرهابيين الذين هم يعترف بأنهم إرهابيون من قبل القرارات الدولية ومن قبل الدول المتعددة، وخاصة الدول الغربية. مفهوم من وجهة نظرك، ولكن نحن نتحدث عن أطياف متعددة اليوم للمعارضة السورية، كلها أصبحت مجتمعة في إدلب. فيعني يمكن أن نتطرق في نقاشنا إلى مسألة التمييز بين من تسمينهم حضرتك تسميهم بالإرهابيين ومن قد يكونون معتبرين معارضة. أستاذ أحمد رمضان، ما هي الآمال التي تعقدها المعارضة على هذه القمة، وهل تمت استشارتكم أو استشارت أي من فرقاء المعارضة من قبل تركيا تحديدا، أم أن اليوم تركيا وكأنها تقوم بدور المتحدث الرسمي الذي ينوب عن وجود المعارضة في مباحثات مهمة كهذه؟ مساء الخير ست ليليان، لك ولضيفيك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة، بعيدا عما يمكن أن تسفر عنه القمة، لكن الوضع عموما في إدلب كان وضعا امتحانيا للجميع، كان وضعا يهم الجميع، والجميع أيضا يعتقدون أن آثاره في حال اندلاع معركة عسكرية ربما يعود بالضرر عليهم. ربما الطرف الوحيد الذي كان يشجع ويتمنى حدوث معركة هو الجانب الإيراني، الذي حشد الميليشيات الإرهابية وجلبها من أكثر من موقع، وتزعم هذه القضية قاسم سليماني، وكان يريد حدوث معركة لأنها ستساعد بابتعاد الرأي العام والمجتمع الدولي عن قضية النفوذ الإيراني والجهد المبذول الآن للتعاطي مع ملف تدخل إيران في سوريا. لكن الضغوط التي تمت خلال الساعات القليلة الماضية، اليومين الماضيين تحديدا، من طرف الولايات المتحدة ومن طرف أيضا تركيا بشأن إدلب، أدت إلى وقف هذه المواجهة والتوصل إلى مجموعة من التفاهمات الروسية التركية. وأعتقد أن مسألة المواجهة العسكرية باتت مستبعدة الآن، ربما نشهد استمرار لبعض المناوشات، لكن اندلاع معركة كبرى بات أمرا صعبا، لا تتوفر له الظروف الموضوعية ولا الغطاء السياسي أو العسكري. وروسيا أيضا لديها حساباتها الخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا واحتمالية ردة الفعل الأمريكية أيضا، مما يجعلها تحول دون أن توفر الغطاء الجوي لأي عملية برية. يعني أعطت ضوءا أخضر واشترطت فقط عدم استعمال الأسلحة الكيماوية. لا أريد أن أتحدث هنا عن تغريدات، أتحدث عن معلومات والتواصلات والرسائل المباشرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة ليست معنية بالرد فقط في حال حصول اعتداء بالسلاح الكيماوي، وإنما في حال فتح معركة في إدلب بالشكل الذي يمكن أن يتصوره النظام أو الميليشيات الإرهابية الإيرانية. وبالتالي كان هناك ضغط واضح ورسالة واضحة للجانب الروسي تحول دون أن تمكن الجانب الروسي من توفير غطاء عسكري لهذه المعركة، إضافة إلى الدور التركي. الموقف التركي كان صلبا في هذا الاتجاه، ووضع أيضا المعركة في إدلب بوزن العلاقة الكاملة مع روسيا، مما يجعل أيضا روسيا تفكر أكثر من مرة قبل أن توفر دعم لهذه المعركة. دكتور سمير، أيضا ما هي خيارات تركيا إذا أصرت روسيا على المضي قدما بهذه الضربة العسكرية في محافظة إدلب؟ هل تمتلك أساسا اليوم تركيا القدرة على المناورة في هذا الصدد، أم أن عليها بالنهاية أن ربما
تقبل بالأمر الواقع كما حدث في مناسبات عدة، والقرار الروسي يبدو أنه هو القرار الحاسم بنهاية الموضوع. نعم، مساء الخير للجميع. أولا طبعا القرار الروسي مهم ومؤثر في الملف السوري، لكن يبدو لي أولا أن هناك عودة أمريكية سريعة وقوية وربما حاسمة أيضا في المشهد السوري بشكل عام في أكثر من اتجاه، كما نتابع أنا وأنت، سواء كان في موضوع نشر الرادارات الأمريكية في شرق سوريا، موضوع التمسك بلاعب ورقة قصد الملف الكردي هناك، موضوع الهيمنة على مناطق الطاقة، أكثر من مشهد الآن، أكثر من تحرك أمريكي تحديدا يقول أن واشنطن عادت بثقلها إلى المشهد السوري، وأن روسيا بعد الآن لن تكون كما كانت حتى الأمس القريب اللاعب الأساسي. نقطة أهم من كل ذلك أن قمة طهران مهمة، لكن تركيا أيضا على ضوء هذا الآن الحراك الأوروبي الأمريكي كسبت المزيد من الدعم، تكسب المزيد من الدعم على المستوى الإقليمي والدولي غدا في قمة طهران. إذا ما أصرت موسكو على خطة الحسم العسكري فهي ستعرف أنها ستكون مكلفة على علاقاتها مع أنقرة، لن تغامر مثل هذه البساطة. مغامرة روسية بهذا الاتجاه تعني حسابات استراتيجية جديدة لتركيا، هذا ما تعرفه موسكو قبل غيرها. طيب أيضا هناك سيناريو قد أشارت إليه بعض المصادر الروسية الصحفية، تقول بأنه التقسيم في منطقة إدلب قادم لا محالة. هل ترى بأنه تركيا قد تقبل بهذا بسيناريو كهذا يعمد إلى تقسيم المنطقة؟ يعني أنا وأنت نتحدث عن أرض سورية، نحن طبعا هناك ثورة في سوريا، لكن في النهاية القرار هو للسوريين. الآن في حالة استثنائية في إدلب، وسط كل هذا التداخل والتشابك، تركيا تحاول أولا أن تحمي حماية مصالحها، الأمن القومي التركي، مصالح حلفائها المحليين وعلاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي. لذلك موضوع إدلب سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل أي لاعب يحاول تفجير المنطقة بشكل أو بآخر في إطار حسابات سياسية أو أمنية ضيقة. بعد الآن لا أظن لا أن موسكو ولا أن طهران ستدخل في معادلة خطيرة تحت عنوان أو ذريعة أو تبرير الحرب على الإرهاب بهذا الشكل وبهذه المغامرة. لكنك سمعت ما تفضل به ضيفنا من طهران، وهذا هو الخطاب الرسمي المعلن حول هذه القمة روسيا وإيرانيا، بأنه أي ضربة على إدلب هي بوجهة نظرهم محاربة الإرهاب. فبالتالي كيف يعني يمكن للخطاب التركي المغاير؟ سأعود لك أستاذ عباس أن يصمد اتجاه حيال هذا الإصرار الإيراني الروسي. سأعود لك يا أستاذ عباس لأسمع إجابة دكتور سمير. نعم، سأختصر جدا حتى لا نزعج ضيفك يعترض كما أسمعه. لا أقول لك أنه الآن اللاعب الأساسي الذي تحاوره تركيا في هذا الملف هي روسيا وليس إيران، لأنه وضع إيران بات شبه محسوم على ضوء الحراك الأمريكي الأوروبي والروسي الواسع في هذه المسألة. إيران لا أن تقول أنها حرب على الإرهاب، لكن كما سمعنا الأستاذ رمضان قبل قليل دخل في تحليل موسع حول السياسة الإيرانية. لذلك أنا أركز على الموقف الروسي، هل روسيا غدا ستعطي إيران ما تريد أم أنها ستعطي أنقرة ما تريد؟ هذه هي النقطة الأساسية التي سنتابعها غدا. أستاذ عباس أعود لحضرتك، يعني إيران اليوم وفي ظل الحصار المفروض عليها والوضع الاقتصادي نتيجة هذا الحصار والعقوبات المفروضة ووضعها في علاقاتها مع أوروبا، ألا تخشى اليوم إيران من أنه تأييدها لضربة عسكرية في إدلب كما تريد روسيا سيعرضها للمزيد من الضغوطات؟ نعم، أنا أريد أن أؤكد بأن كلامك وكلام الضيف سيد رمضان بما يتعلق أو التمني الإيراني لضربة أصلا كلام غير دقيق. يعني صدقيني هذا الكلام غير دقيق. إيران تحاول أن تبحث عن صيغة لتفكيك الإرهابيين عن المجموعات المسلحة الأخرى حتى المعارضة بشكل آخر، ويعني الحديث مع دمشق للوصول إلى طريقة سلمية وإلى حل سياسي يفرق بين هذه المجموعات التي
هي في القاء في قائمة الإرهاب حسب المعايير الدولية. نعم، ولكن التجارب المثيرة أمامنا يا أستاذ عباس، التجارب التي ليس بالوقت البعيد بضعة أشهر تفصلنا عن الغوطة الشرقية، وقبلها حمص، وقبلها حلب، يعني كل التجارب السابقة لم تبين هذه النية التي تتفضل حضرتك بالحديث عنها، عن مساعي إيرانية لاحتواء الأمر ومنع توجيه الضربات. لا أبدا، موضوع الجنوب، موضوع جنوب دمشق أثبت بأن الحل السياسي والحل التفاوضي مع الحكومة المركزية والشرعية هو الذي أدى إلى حل سلمي بدون أي إراقة دم. لكن بما يتعلق بالغوطة الشرقية، نعم هناك في البداية كان مع الأسف كان هناك تعنت من قبل بعض المجموعات الإرهابية، ولكن الطريقة الثانية وبعد مدة وتواصلت الحكومة السورية مع هؤلاء بطريقة يعني سلمية، وكان مفترض أن تكون هذه الطريقة الأمثل ومنذ البداية أن تسير الأمور في هذا الاتجاه. أنا أريد أن أؤكد، اسمح لي أقول لك بكلمة واحدة، البيان هو الآن انتهى من قبل الخبراء في الدول الثلاث، وسيكون واضحا يوم غد بأن هذا القرار أو الوثيقة السياسية أو البيان الختامي سيبين خطأ الوقت في إسطنبول، وستبين وسيبين هذا القرار بأن الحل السياسي هو الأمر الأساس لهذه الدول التي ستجتمع غدا في طهران. نعم أستاذ أحمد رمضان، سؤال الأخير لحضرتك، ما الذي قد تقبل به المعارضة السورية من مخرجات هذه القمة، وهل برأيك سينتج عنها تحالف قابل للحياة؟ يعني حقيقة نحن لسنا مهتمين بموضوع القمة، هي تخص ضامني أستانا، ولا نعتقد أن الجانب الإيراني يتمتع بأي مصداقية ولا الجانب الروسي. وأشير هنا لمحدثك الآن في طهران عندما يتحدث عن المجموعات الإرهابية في بلدة جورين المقابلة لبلدة إبدامة في جسر الشغور، هناك معراج أورال الإرهابي الدولي موجود مع ميليشياته برعاية قاسم سليماني، مقاتلو حزب الله الآن المرتزقة الذين جاء بهم قاسم سليماني من دير الزور إلى ريف إدلب أيضا من أجل قتل المدنيين السوريين، وجاء أيضا بميليشيات إرهابية من العراق ومن لبنان. في درعا التي قالوا أنهم سوف يبتعدون فيها عن الحدود، الآن دخلوا إلى كافة المدن والبلدات وبدأوا عمليات الاعتقال، وهم ميليشيات إرهابية ومرتزقة تابعوا للحرس الثوري الإيراني، وهم أيضا إرهابيون بمختلف التصنيفات لدى المجتمع الدولي. ما يهمنا الآن فعليا أن لا تكون هناك معركة تؤدي إلى قتل المدنيين في سوريا، وأن يعود الجميع إلى مفاوضات جنيف مباشرة وبدء المفاوضات حول الانتقال السياسي، وهو ما ضغط عليه الآن المجتمع الدولي. نعم. والرسالة التي أرسلها مؤخرا الأمريكان. نعم. في الجولة الأخيرة لمبعوثيهم. شكرا لك أستاذ أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، وأيضا أشكرك من طهران الأستاذ عباس خاميار الكاتب والباحث السياسي، ومن إسطنبول الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول. انضمت الجزائر رسميا إلى مبادرة طريق الحرير الجديد والتي أطلقتها الصين عام 2013، وذلك بالموازاة مع المنتدى الثالث للتعاون الصيني الأفريقي المنعقد بالعاصمة بكين. ومن المتوقع بانضمام الجزائر إلى هذا المشروع أن ترتفع قيمة الاستثمارات الصينية في الجزائر بما يفوق 12 مليار دولار، وذلك بعد أن تعهدت الصين في اختتام القمة الصينية الإفريقية بتقديم 60 مليار دولار لمساعدة القارة السمراء. هذا فيما أبدى مراقبون خشيتهم من حجم هذه القروض الصينية باعتبارها تزيد من عبء ديون الدول الإفريقية وتراكمها. أكبر صرح ديني في إفريقيا والثالث على مستوى العالم يتم بناؤه بواسطة أياد صينية، يقول مراقبون إن ذلك دليل على حظوظ بكين في الجزائر فضلا عن استثمارات هائلة
في هذا البلد. ليس غريبا إذن أن تسلك الجزائر ما يعرف بطريق الحرير استكمالا للتقارب الجزائري الصيني بمناسبة المنتدى السابع للتعاون الصيني الإفريقي في العاصمة الصينية بكين. تقارب بكين والجزائر له ما يبرره تاريخيا، انسجام في المواقف من مختلف القضايا الدولية أبرز ما ميز علاقات البلدين طيلة الخمس عقود الأخيرة. طريق الحرير الجديد هو تحصيل حاصل، لأن الجزائر والصين لهم اتفاقية استراتيجية سنة 2014 ولهم علاقات سياسية واقتصادية جد قوية، وهذا ينعكس في الشراكة ما بين الجزائر والصين اللي عندها أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية. تقارب سياسي إذن أثمر تقاربا اقتصاديا، فالبضائع الصينية شكلت وحدها 18% من واردات الجزائر العام الماضي. الصين بذلك الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للجزائر بحجم استثمارات يفوق 8 مليارات دولار، استثمارات يسعى البلدان لرفعها. ميناء الشرشال الذي هو ميناء مهم وكبير جدا يعني في إفريقيا بعد ميناء طنجة، كذلك هناك مشروع الاستثمار في الكبريت والفوسفات في تبسة وهي مبنية على 3 مصانع. طريق شرق غرب اللي هو في نهايته بين الصين والجزائر، إذا هذه الاستثمارات اليوم رانا نتكلم على 6 مليار، وعلى هذا ربما توصل إلى غاية ضعف هذه الاستثمارات. بانضمام الجزائر تكون 90 دولة على طريق الحرير منذ إعادته العام 2013، طريق تؤدي بالصين وفق محللين إلى تصدر القوى الاقتصادية قريبا. حسن تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. من الخرطوم ينضم إلينا الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس الباحث المتخصص بالشؤون الإفريقية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك سيد عبد المنعم. يعني دعنا نبحث في هذه القضية من باب المخاوف، حيث يرى مراقبون بأن هذه الديون أو القروض الكبيرة والمشاريع الاستثمارية الهائلة في دول تعاني اقتصاداتها اليوم من عجز كبير ومن خلل في ميزانها التجاري، كيف ترى تبعات ذلك على المدى الطويل إذا لم تتمكن هذه الدول من الإيفاء بديونها في موعدها المحدد؟ النظر إلى قضية الديون الصينية لأفريقيا يمكن النظر إليه في كلمتين وردتها على لسان الرئيس الصيني في خطابه عندما خاطب المنتدى الصيني الأفريقي الذي انقضى قبل يومين، عندما تحدث عن أن الاستثمارات الصينية في أفريقيا ليست لديها شروط سياسية، ثم تحدث بعد ذلك عن أن الاستثمارات الصينية في أفريقيا حول مشروعات متفق عليها، فهذا يوضح أن يعني على الرغم من أن الحديث حول أن الاستثمارات الصينية في أفريقيا ليست لديها اشتراطات، أن هناك لديها اشتراطات حول طبيعة المشروعات وكيفية تنفيذها. ومعلوم أن جملة القروض التي قدمت الصين للدول الأفريقية المختلفة منذ عام 2000 إلى عام 2016 بلغت حوالي 110 مليار دولار. الآن الحديث عن إضافة لل 110 مليار دولار الحديث عن 60 مليار دولار جديدة، صحيح أن 15 منها مساعدات ليست قروضا، لكن 20 مليار منها استثمارات و15 أخرى لصناديق لدعم المنتجات الأفريقية. يعني ترى أن هذه المخاوف لا محل لها من الإعراب سيد عبد المنعم؟ هل ترى هذه المخاوف التي أشار إليها المراقبون لا داعي لها أو مبالغ فيها؟ دعيني أكمل الفكرة. دعيني أكمل الفكرة. أنا أعتقد أن المخاوف مخاوف حقيقية، أن هذه المبالغ تنمو نموا كبيرا، وأن يعني لو قارنا هذه المبالغ بإجمالي الاقتصاد البلدان الأفريقية، أن هذه المبالغ يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا للبلدان الأفريقية، ويمكن للصين عبر هذه الاستثمارات الضخمة عبر المبالغ الضخمة أن تسيطر سيطرة كاملة، ولا سيما أن الصين رغم أنها تكرر أكثر من مرة أنها ليست لديها بعض الأهداف السياسية، الآن بدأت
تبحث عن أهداف سياسية من خلال القاعدة العسكرية التي أنشأتها في عام 2017 في دولة جيبوتي، من خلال مشاركة قوات صينية في قوات حفظ السلام في عدد من البلدان على رأسها دولة جنوب السودان، ووجود لقوات صينية في قوات حفظ السلام الموجودة في غليم دارفور غرب السودان، وإضافة إلى المبعوث الصيني. والآن خلال هذا المنتدى تم اعتماد أوراق دبلوماسي أفريقي كممثل للاتحاد الأفريقي في الصين، فواضح أن هذه المديونية يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على البلدان الأفريقية. طيب ماذا عن تأثير أيضا هذا الزخم الصيني على الملف الحقوقي في هذه البلدان الذي تشوبه الكثير من الانتهاكات، إذ أن الصين لا تبدو أنها معنية أو مهمومة حقيقة بملف حقوق الإنسان، لسيما أنه هي أيضا لديها ملف مليء بالانتهاكات، على عكس الجهات المانحة الغربية التي تشترط تحسنا بالأوضاع الاقتصادية والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد الذي تساعده الصين لا تعتني بذلك، فكيف أيضا سيتأثر هذا الملف برأيك؟ قطعا يعني اللجوء البلدان الأفريقية للصين واحدة من الأسباب أن الاستثمارات في سواء كان الأوروبية أو من الولايات المتحدة الأمريكية لديها اشتراطات مرتبطة بالقضايا الحقوقية، سواء كان حقوق اجتماعية أو حقوق الإنسان، ولعل هذه من الأسباب التي دفعت البلدان الأفريقية دفعا إلى حضن الدولة الصينية، في أن هناك الذي يريد أن يستثمر، هناك الذي لديه أموال يمكن أن يغدغ دون أن يضع أي اشتراطات مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان. ولعل قضايا حقوق الإنسان واحدة من القضايا الرئيسية التي تعاني منها بلدان القارة الأفريقية، والصين لا تفرق ولا تتحدث عن هذا الأمر. لكن التطورات التي أشرت إليها في حديثي السابق واضح أن الصين بدأ لديها طموح سياسي غير الطموح الاقتصادي. أشكرك جزيلا الشكر للأستاذ عبد المنعم أبو إدريس الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية. آسفة جدا لأنه الوقت داهمني، أشكرك، كنت معنا من الخرطوم. التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الألمانية برلين، التقى عددا من الشخصيات الألمانية النافذة في عالم الاقتصاد والرأي، وفي مقدمتهم رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وكذلك رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لشركة هاباك لويد، وهي الشركة الرائدة في مجال النقل البحري. وكان أمير دولة قطر وصل إلى برلين في مستهل زيارة عمل لألمانيا، يلتقي خلالها بالرئيس الألماني فرانك شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل. وينتظر أن تتمحور اللقاءات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين. وتمتلك قطر استثمارات حالية في ألمانيا بقيمة تقارب 20 مليار دولار تتضمن أسهما في شركات ألمانية. ومن برلين ينضم إلينا موفد التلفزيون العربي زاهر عمرين. مساء الخير زاهر، يعني ما الذي رشح عن هذه اللقاءات حتى الآن، وما هو الدور المتوقع أن تلعبه قطر فيما يتعلق بتزويد ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بالغاز المسال؟ مساء الخير ليليان. بالفعل اليوم كان حافلا من حيث اللقاءات الرسمية التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك الوزراء ووفد مدراء الأعمال وأيضا أصحاب الشركات القطريين الذين حضروا إلى هذا المؤتمر الذي يشكل فرصة نادرة وممتازة بالنسبة لقطر من أجل الاستثمار المشترك بألمانيا، وكذلك العكس صحيح. غدا سيكون يوما حافلا أيضا عبر المؤتمر الرسمي الذي تفتتح جلساته صباحا بكلمة لأمير دولة قطر وللمستشارة الألمانية أيضا، ومن ثم سيكون هنالك جلسات أخرى.
اقتصاديا من المتوقع ان يكون ان يخرج من هذا المؤتمر دعم ب يعني مليارات الدولارات بحسب تصريحات المسؤولين القطريين، ستتركز بشكل اساسي على المؤسسات او المشاريع المتوسطه خاصه، وان قطر تمتلك الكثير من المشاريع في بريطانيا مع الشركات الكبرى او المؤسسات الكبرى مثل دوتشي بانك وسيمنز وفوكس فاكن وغيرها من الشركات. لكن الهدف القطري بحسب المسؤولين يركز بشكل أساسي على المشاريع الجديدة ومتوسطة الحجم، وكذلك على مسائل تتعلق بالبناء والصحة ومونديال أيضا المزمع تنظيمه في قطر عام 2022. هذا على المستوى الاقتصادي. أما على المستوى السياسي أيضا، يعني هذا المؤتمر يأتي بعد أن تجاوزت قطر الأزمة الخليجية وتبعاتها الاقتصادية، وأيضا يجب أن نذكر أنها تمتلك علاقات متينة جدا بألمانيا، خاصة أن ألمانيا كانت من أوائل الدول التي أدانت الحصار المفروض على قطر، وكذلك يعني الاستثمارات الكبيرة فيما يتعلق بمشاريع المونديال في إنشاء الملاعب والمرافق الرياضية. أشكرك موفد التلفزيون العربي إلى برلين زاهر عمرين على انضمامك لنا. مشاهدينا نشكركم أيضا على المتابعة. وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.